يعطيكم العافية. نحن اليوم بدنا نحل آخر سؤالين بالورك شيت اللي كنت بعثت لكم إياها بدرس اللينير مومنتوم. أكيد بتمنى تكونوا راجعتوا الدرس، وخلينا هلا نبلش. موشن اوف ذا سنتر اوف ماس اوف ذا سيستم، أوكي؟ ما بدي أنسى إنه بهذا الدرس أخذنا فيه كونزرفيشن، في كونزرفيشن اوف لينير مومنتوم، وأخذنا كيف نطلع ندرس السنتر اوف ماس، كل هالقصص، أوكي؟ ناو، أوكي. Motion of the center of mass of a system, two blocks A and B of mass MA equal 200 gram. So, نكتب ال given MA is equal to 200 gram. Okay, MB is equal to 100 gram. Are compressed an elastic spring by means of a light string as shown in the figure. Only two blocks A and B. Okay. اثنيناتهم مربوطين ببعض برسور بسبرينج بسبرينج اوكي، ومش بس هيك، يعني اثنيناتهم ضاغطين السبرينج، ولحتى ما يفلتوا رابطينهم اثنيناتهم بسترينج، اوكي. سو انا عندي بلوك بي وعندي بلوك اي، اوكي، جبت رسور سبرينج حطيته بالنص، وهيدا ضاغطه من هالجهه وهيدا ضاغطه من هالجهه. هلا اذا بس هيك هيدا ممكن يفلت ويروح لهالميله، وهيدا ممكن يفلت لهالميله ويبطل كومبرس السبرينج. فشو عملت؟ جبت حبله وربطتها حوالين هودي التو اوبجيكتس لحتى يضل هيدا السبرينج مضغوط، اوكي؟ The system is initially in uniform rectilinear motion moving with the speed v equal vg. هيدا السيستم كله، اوكي، السيستم كله اللي هو A و B مربوطين بسبرينج بالنص، حواليهم في سترينج، اوكي؟ عم يمشي بسرعه vg لقدام. Where g is the center of mass of the system. g هي center of mass للسيستم، يعني نقطة الوسط، نقطة مركز الثقل. We burn the string at a certain instant, so A is ejected with a velocity VA equal 3I, whereas B stops. فإذا شو عم بيقول لي؟ نحن كان عندي الـ A جايبينا والـ B جايبينا، واثنيناتهم ضغطناهم لحتى يضغطوا السبرينج. هلا ما فيني اتركهم هيك، لأنه ساعتها هيدي بتفلت وهيدي بتفلت، فجبنا string حبلة وربطناها حواليهم والسيستم كله عم بيمشي. بلحظة معينة حرقت هيدا السترينج. We burn the string. عم شو صار؟ البي ضلت واقفة محلها، يعني من بعد ما حرقنا السترينج، البي ضلت واقفة محلها، الاي مشيت، انفصل، لاحظوا الاي انفصلت عن السترينج، يعني هيدي انفصلت عن السترينج وهيدي انفصلت عن السترينج، هيدا رجع للطول الطبيعي، بس هيدي لما انفصلت عن السترينج بقيت ثابتة، هيدي لما انفصلت عن السترينج مشيت بسبيد في اي. ضلت مكملة، اعطيني الفي اي اللي مشيت فيها ايكوال 30 اي. اوكي ضلت مكملة، أكيد في عندي نقطة سي كانت ماشية بهالاتجاه، اوكي بسرعة في سي. So, ما بدنا ندرس هيدا درس اللي ما بدنا ننسى هيدا درس اللينير مومنتوم. عرفنا اللينير مومنتوم is equal to mb اوكي لبارتيكل. اذا كان عندي سيستم اوف بارتيكل، مجموع اللينير مومنتوم هي جمع اللينير مومنتوم للسيستم، واتفقنا اذا كان في عندي كذا بارتيكل بنعرف سنتر اوف ماس لينير مومنتوم للسنتر اوف ماس هي ذات اللينير مومنتوم للسيستم، مزبوط. ورجعنا شو جينا وقلنا عندنا نيوتن سكند لو اللي هي سيجما اف اكسترنال از ايكوال تو دي بي باي دي تي، مزبوط. قلنا اذا كان مجموع الفورسز على سيستم معين على اوبجكت كونستانت فيني بدل دل دي بي باي دلتا بي باي دلتا تي. وكمان الحاله الثانيه اللي فيني بدل دي بي باي دي تي بدلتا هي لما بيكون التايم كتير صغير، مثل بالاسئله اللي قبل. رجعنا جينا قلنا كونزرفيشن اوف لينير مومنتوم، يعني انا امتى بيكون في كونزرفيشن؟ لما بيكون في عندي ريكويل اوف ذا كانون، يعني انا مثل عندي جن عم اقوص فيها بلحظه التقويس، اوكي بيكون بي بيفور ايكوال بي افتر. بالكوليجن اذا عندي تو بارتيكل عم يعملوا كوليجن بهي اللحظه بتكون بي بيفور ايكوال بي افتر، وبالاكسبلوجن كمان بي بيفور ايكوال بي افتر. رجعنا زدنا اذا كان عندي الاستيك كوليجن بتكون كاينتيك انرجي بيفور از ايكوال تو كاينتيك انرجي افتر. هلا هيدا السؤال كثير مهم لانه جامع فكره سنتر اوف ماس وجامع فكره الكوليجن وكلها والقصص، اوكي؟ سو شو عم بيقول لي ناو؟ اوكي؟ اذا بنرجع موشن اوف ذا سنتر اوف ماس اوف جي، اوكي؟ انا باول هيدا السؤال مقسوم اثنين A و B و C مقسوم ثلاثه، بعدني بال A بعدني عم بشتغل هون، يعني قبل ما يحترق الحب، قبل ما احرق الحبله، قبل ما اي شيء، اوكي؟ يعني السيستم اثنيناتهم معلقين ببعض، اوكي، كسيستم واحد، يعني هيدا مثل كانه عندي اياه سيستم واحد مؤلف من A B والسبرينج المضغوط والسترينج، كلهم عم يمشوا لقدام بسرعه في جي. هلا سرعه السنتر اوف ماس هي بذاتها سرعه السيستم كله، هي بذاتها سرعه هذا وهذا وهذا، اوكي؟ اوكي طيب شو بيقول لي؟ بيقول لي ديتيرمين بي جي. هلا بدي اقول شغله، اذا نحن عندنا مثلا مسطره، اوكي اذا انا عندي مسطره، اوكي، وين السنتر اوف ماس اللي لها؟ السنتر اوف ماس اللي لها بيكون بالنص، مزبوط. هلا اذا هيدي المسطره عم تمشي
سرعة السنتر اوف ماس بيكون هي بذاتها سرعة المسطرة. يعني إذا المسطرة ماشية لقدام بسرعة 3 متر بير سكند، بتكون السنتر اوف ماس ماشي بسرعة 3 متر بير سكند. يعني إذا كان السنتر اوف ماس جزء ملزق بالسيستم، سو إذا كان السنتر اوف ماس ملزق بالسيستم وعم يمشوا مع بعض، بيكون سرعة السيستم هي بذاتها سرعة السنتر اوف ماس. يعني مثلا مثل هون، إذا أنا عندي A ملزق مثل هون، عندي البارتيكل B ملزقة بسبرينج ببارتيكل A، اوكي، واثنيناتهم مشدودين بسترينج، السيستم كله ملزق ببعض، يعني كله عم يمشي مع بعض مثل كانه ريجيد بودي، بتكون سرعه السنتر اوف ماس هي بذات سرعه السيستم. بس اذا انا كان عندي مثلا بارتيكل A عم تمشي هيك، بارتيكل B عم تمشي هيك، بارتيكل C عم تمشي هيك، يعني اذا كان عندي السيستم اللي الي مؤلف من ثلاثه بارتيكل او اكثر، وكل وحده عم تمشي لحال يعني ما خاصه بالثاني، مش ملزقين ببعض، إيه طبيعي هون السنتر اوف ماس سرعته ما بتساوي سرعه هذا، ما بتساوي سرعه هذا، وتساوي سرعه هذا. سو امتى بيكون السنتر اوف ماس بتساوي سرعه السيستم؟ لما بيكون السيستم كله معلق ببعضه، يعني ماشي مع بعضه. لاحظوا هون الاي عم تمشي لحال، البي عم تمشي لحال، السي عم تمشي لحال، كل وحده لها سرعه، فطبيعي السنتر اوف ماس يكون له سرعه لحاله. بس طبيعي البي للسنتر اوف ماس، اللينير مومنتوم للسنتر اوف ماس تكون بتساوي لينير مومنتوم للسيستم. بس عم بحكي سبيد فيلوسيتي، اذا كان السيستم كله معلق ببعضه شقفه وحده، يعني عم يمشي مع بعض، بتكون الفيلوسيتي للسنتر اوف ماس بتساوي الفيلوسيتي للسيستم. اوكي، فاذا شو بيقول لي؟ ديتيرمن في جي، ما بيطلع الفي جي السرعه اللي ماشي فيها. اوكي، فاذا الفي جي، طيب كيف فيني اشتغل انا بقلب هيدي الحاله؟ فاذا شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي ما بدنا ننسى ديتيرمن، فاذا ديتيرمن في جي، فاذا شو كان عندي؟ في جي هي السرعه اللي كان عم يمشي فيها السيستم اللي هو كان ريجيد بودي معلق كله ببعضه، يعني هي بذاتها اللي هي بذاتها سرعه السنتر اوف ماس. ليش سرعه السيستم هون هي بذاتها سرعه السنتر اوف ماس؟ لانه بكل بساطه معلق ببعض. من بعد ما قطعنا الحبل، اذا بتشوفي الاي صارت عم تمشي لحال والبي لحال، السيستم كله مش معلق ببعضه، فهون ما فيني اقول بي للسنتر اوف ماس، ما فيني اقول الفيلوسيتي للسنتر اوف ماس بتساوي الفيلوسيتي لهي ولهي. امتى بس بتكون اوكي؟ نحن بكل الحالات على طول عندنا بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم، اللي هي بتكون بي سيستم بتساوي جمع اجزائه. اوكي، بس عم بحكي عن الفيلوسيتي. اوكي، طيب كيف فيني اطلع بي جي هون؟ طيب انا لحط البي جي هي سرعه السنتر اوف ماس قبل ما اقطع الحبله، اذا بتطلعوا. فاذا عندي the system is initially in a new form with linear motion moving with its velocity v. So system قبل ما اقطع الحبله كان ماشي كله مع بعضه كسيستم واحد في جي. لحظه معينه قطعنا الحبله، بهاي اللحظه شو صار؟ هيدي وقفت محلها وهيدي كملت بسبيد في اي، انفصلوا اثنيناتهم على السبيد. طب بلحظه قطع الحبله هيدا مش مثل الاكسبلوجن؟ بلا، يعني انا بهاي اللحظه في عندي كونزرفيشن اوف لينير مومنتوم. اوكي، السيستم بيفور، البي للسيستم بيفور بتساوي البي للسيستم افتر. اوكي، مزبوط ولا لا؟ هلا ما في بتقولي لي هيدا الاستيك، ما قال لي انه انا قطع الحبل هو الاستيك، اصلا انا مش بحاجه. اوكي، نحن عاده ايمتى بنزيد فكره الاستيك؟ بنزيد فكره الاستيك لما بتكون عندي تو امنون. طب هون انا ما عندي الا امنون وحده، انا سرعه البي من بعد ما قطعت الحبل معي اياها، وسرعه الاي من بعد ما قطعت الحبل معي اياها، ما معي امنون الا الفي جي، يعني امنون واحد يعني ايكويشن وحده. اوكي، سو ما في حل ثاني بعيد، انا على طول عندي بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم بكل الحالات، سواء كان عندي السنتر اوف ماس جزء من السيستم مثل بالمسطره، ولا كان عندي كذا بارتيكل. اوكي، بس عم بحكي الفي، في الفيلوسيتي، ما انا بعرف انه البي هي ام ضرب في. اوكي، بس البي سنتر اوف ماس بتساوي بي للسيستم. اوكي، اذا كان السنتر اوف ماس جزء من السيستم يعني ماشي معه، بينما اذا كان السيستم مؤلف من كذا بارتيكل، ايه عم تمشي هيك، بي عم تمشي هيك، سي عم تمشي هيك، كل وحده لها في، طبيعي الفي للسنتر اوف ماس ما بتساوي لا هي ولا هي ولا هي، بس انا بعرف انه الفي للسنتر اوف ماس بتساوي في جمع. اوكي، سو سمبلي بكل بساطه كيف بدي اطلع الفي جي؟ ما في حال غير انه بلحظه لما احترقت الحبله، اوكي، طبق كونزرفيشن اوف لينير مومنتوم، يعني سو ما في حل ثاني. سو نو اي، اوكي، اي ات ذا انستنت، اوكي، سو ات the instant, so at the instant of burning the string, okay, the system is isolated. مثل ما اتفقنا نحن في ثلاث انواع من الايزوليتد، energetically isolated, energetically isolated، هيدي تابعه لاول درس، يعني هيدا السيستم ما عم يتبادل انرجي مع السراوندينج، يعني الاي توتال اللي له از كونستانت،
إذا متذكرين نحن بأول درس أخذنا آخر فكرة إنه في عندي isolated non isolated. بالايزوليتد كانت عندي الـ E اللي هي ميكانيكال زائد U is conservative is conserved. أوكي؟ هيدا نوع من الايزوليشن بنقول له energetically. ميكانيكلي isolated يعني سيجما اف external على السيستم زيرو. هيدي اللي بدي اياها بدرس اللينير مومنتوم، لان احنا مثل ما اتفقنا ايمتى بيكون عندي conservation of linear momentum؟ لما تكون سيجما اف external بلحظه معينه صفر. اوكي؟ فهون الاضبط ما نكتب بس بس ما نكتب بس isolated، نكتب ميكانيكلي isolated. So at the instant of burning the string, the system is mechanically, so is mechanically, okay, فإذا شو isolated. Okay, يعني implies that according, هيك بدنا نكتب هيدي الجملة بدنا نقص عليها علامات. According, okay, according to law of conservation, okay, to law conservation of linear momentum. بعيد، ما فيك تيجي تقولي لي السيستم هون هو إلاستيك لأنه هو ما قال لي بالسؤال. أوكي؟ P before equal to P after. Before شو كان عندي؟ كان عندي سيستم صب بوحدة مؤلف من A وB وسبرينج وسترينج. فالP اللي له كله بتساوي P after للسيستم. أوكي؟ طيب P before السيستم شو كان ماشي عندي؟ السيستم اللي هو مؤلف من هول أربع أشياء كان ماشي بسرعة VG. أوكي؟ So P before، طب بس بتقولي لي شو هن يعني البي بي 4 هي البي للسيستم، يعني بي لها وبي لها بي لسبرينج بي لسترينج، بس كلهم ماشيين بنفس السرعه. اوكي، هلا سبرينج وسترينج ما عندهم ماس، فاذا ما عندهم ماس يعني ما عندهم لينير مومنتوم. يعني فيني اقول هي ام اي زائد ام بي. اوكي، سو في جي بعيد، الفي جي هي سرعه السنتر اوف ماس، بس بما انه السنتر اوف ماس السيستم كله ماشي كصبيه وحده كله عم يمشي مع بعض، فسرعه السنتر اوف ماس بتساوي سرعه السيستم كله بتساوي سرعه هذا وسرعه هذا. فعشان هيك linear momentum للسيستم before هي linear momentum، إذا بدك تكتبي هيك linear momentum للسيستم before هي linear momentum للB زائد linear momentum للA. أوكي، هيك before زائد linear momentum للسترين زائد linear momentum للسبرين، بس هودي عندهم mass zero. أوكي، so P للB وP للA بس نيناتهم ماشيين بنفس السرعة، so هايدي MBVG زائد MA فإذا VG. أوكي، P after بلحظة قطع string يعني دغري ورا قطع سترينج شو صار عندي؟ هيدا انقطع، هيدي صارت ماشي بسرعه زيرو. اوكي، وسبرينج بعده الماس اللي له زيرو فما بحط له لينير مومنتوم. يعني سو بلحظه قطع سترينج بي بي 4 بتساوي بي افتر، بي بي 4 هي بي لها وهي وهي وهي، بي افتر بي لها وهي وهي. اوكي، سو بي افتر اللي هي البي لهيدي اللي هي صفر. اوكي، سو بي بي هي صفر مضبوط، سو هيدي بي افتر. البي للسبرينج صفر، اوكي، لانه سبرينج ما عنده ماس، البي للاي مضبوط، سو ام بي زائد ام اي. اوكي، فاذا بي جي بتساوي بي للاي، بي للاي هي ام اي فاذا بي اي. اوكي، ما بدي انسى، سو ما بدنا ننسى هودي كثير مهمين. اوكي، انا سنتر اوف ماس هي مركز الثقل بالسيستم، في يكون سنتر اوف ماس جزء من السيستم معلق فيه. اوكي، ونحن اوكي، وفي يكون السنتر اوف ماس مثل كانه اذا عندي بارتيكل اي بي سي هي ماشي هيك هي ماشي هيك هي ماشي هيك، سنتر اوف ماس بيكون نقطه مختلفه عنهم على طول. في سنتر اوف ماس اللينير مومنتوم على طول سواء بهالحاله او بهالحاله بتساوي اللينير مومنتوم للسيستم. اوكي، لينير مومنتوم للسيستم لينير مومنتوم لهذا اذا هذا اذا او حاولها. اوكي، هلا اللينير مومنتوم للسنتر اوف ماس هي سرعته مضروبه بجمع الماس للسيستم. اوكي، هلا اذا بدي احكي عن الفيلوسيتي للسنتر اوف ماس، اذا بدي احكي عن الفيلوسيتي، اذا كان السنتر اوف ماس جزء من السيستم كله بتكون الفيلوسيتي اللي له بتساوي الفيلوسيتي للسيستم. اذا مثل هون السنتر اوف ماس اذا السيستم مش ريجيد يعني كل شيء عم يمشي لحال بتكون ما بتساويها. اوكي، سو بنعمل سلايد هيدي اللي فيها. اوكي ناو، اوكي، سو وصلنا لهيدي الايكويشن. اوكي، هلا انا شو بدي؟ انا معي الفي اي. اوكي، انا معي الفي اي اللي هي 3 اي، بدي الفي جي. سمبلي هلا بتقولي لي بس فيني ضل اشتغل فيكتور؟ ايه، فيك تضلي تشتغلي فيكتور، وفيك تقولي لانه وان دايمنشن لانه مثل ما بتلاحظ البي جي هيك والبي اي هيك، فيني شيلها اوكي وارجع اعوضها. يعني سو بي جي شو عندي؟ بي جي اوكي بتساوي شو؟ ام اي بي اي على ام اي فاذا زائد ام بي. فيني اشتغل هيك، الام اي هي شو بتساوي؟ الام اي هي 200 جرام، ام بي 100 جرام، وهيدي 3. اوكي،
So الام ام 10 جرام. So هيدي يعني 0.2 وهيدي 3 اي. اوكي هيدي 0.2 زائد 0.1. So 0.6 اي على 0.3 is equal to 2 اي. اوكي متر بير سكند. هيدي اول طريقه انه انا اكون عم بشتغل بفكتور بس عم بتاكد من الجواب. اوكي سو 0.2 قسمه 0.3 سو 0.6 قسمه 0.3 is equal to 2. هيدي اول طريقه انه انا اكون عم بشتغل كفكتور. سكند ميثود انه انا اقول اوكي ايه الفكتور سينس. اوكي سينس اوكي 1 دي الكوليجن 1 دي ورك. اوكي فاذا وذ الجبريك فاليو. اوكي work with algebraic values. Okay. يعني MA فأذا plus MB VG is equal to MA VA. يعني VG is equal to 0.2 على 0.3. بدو هي 0.2 0.1. هلأ VA VA إذا بتلاحظه هو ماشي VA لقدام هيدا هو positive X axis يعني بدي حط محلها plus 3. Okay. So هوني plus 3. Okay. So it is equal to 0.6 على 0.3 is equal to 2. فالفي جي بتطلع positive كفكتور. اوكي هي plus 2i meter per second. اوكي so simply يعني الامور جدا سهلة. هلأ now خلصنا اول part. Determine the nature of motion of the center of mass after ejection. اوكي so بدي اقطع. هلأ انا بدي طلع nature of motion of the center of mass after ejection. هلا نحن شو طلعنا باول بارت؟ باول بارت طلعنا VG. VG اللي هي linear momentum of the center of mass، مزبوط؟ اللي هي بذاتها قصدي VG هي سرعه ال center of mass، اللي هي بذاتها سرعه السيستم بهالحاله لانه السيستم كله ملزق ببعضه. اوكي؟ هلا after ejection يعني من بعد ما قطعنا السترينج وهيدي مشيت هيك وهيدي وقفت، بعد في عندي center of mass. اوكي اللينير مومنتوم بهالحاله للسنتر اوف ماس بتساوي اللينير مومنتوم للسيستم، بس ما فيني اقول انا الفي للسنتر اوف ماس بتساوي الفي للسيستم لانه السيستم كل شيء ماشي بحال. يعني نحن على طول عندنا بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم. يعني هون افتر بيفور ذا ايجكشن بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم، هون بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم، هيدي على طول. بس لما بيكون عندي السنتر اوف ماس السيستم كله شقفه وحده يعني ماشي مع بعض كشقفه وحده، لما بيكون السيستم كله ماشي مع بعض كشقفه واحده بتكون الفي سنتر اوف ماس تساوي في سيستم. بس لما بيكون السيستم مثل هون مفرعط يعني الاي عم تمشي لحال والبي لحال، اوكي ساعتها بعد البي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم، هي بي لها زائد بي لها، بس في سنتر اوف ماس ما بتساوي في سيستم. اوكي طيب هون بهالحاله شو عندنا نحن؟ كيف عم بيقول لي طب هلا الفي جي، طب انا بفوق طلعنا الفي جي اللي هي سرعه السنتر اوف ماس قبل ما اقطع الحبله. طب عم بيقول لي طلعي لي النيتشر اوف موشن اوف ذا سنتر اوف ماس، يعني لحتى شوف السنتر. لما بيقول لي نيتشر اوف موشن يعني هل السنتر اوف ماس عم يمشي يونيفورم ريكتيلينير، هل السنتر اوف ماس عم يمشي يونيفورم اكسلريتد. طب لحتى اعرف كيف عم يمشي انا معي سرعته قبل ما اقطع الحبل، بدي طلع سرعته من بعد ما يقطع الحبل، من بعد ما قطعنا الحبل. طب كيف طلع سرعته من بعد ما قطعنا الحبل؟ اكيد ما حدا يقول لي هون انه السنتر اوف ماس سرعته بتساوي الفي اي، لانه نحن اتفقنا هون السيستم مش كله ريجيد، مش كله عم يمشي مع بعضه، الاي عم تمشي لحال البي عم تمشي لحال. سو انا اللي بعرفه انه انا هون البي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم، مزبوط ولا لا؟ اوكي يعني بهالحاله بي سنتر اوف ماس بتساوي بي سيستم. انا بعرف البي سيستم هي البي لها وبي لها وبي لها. هلا هيدا الماس اللي له صفر البي لها زيرو، سو بتصير عندي بي سنتر اوف ماس هي بي لها. اوكي سو بالبي. اوكي فاذا افتر اوكي فاذا سو افتر اوكي ايجكشن يعني من بعد ما قطعنا الحبله. اوكي فاذا بي سنتر اوف ماس فاذا بتساوي عندي شو بي سيستم، يعني هي بي اوكي ويت ا مينيت. اوكي ويت سو افتر ايجكشن بي سنتر اوف ماس از ايكوال تو بي سيستم، يعني هي البي سيستم اللي هو مؤلف من اي ومن بي وبي للسبرينج. هلا بي للسبرينج صفر لانه سبرينج اوريدي ماسلس، بي للبي صفر لانه هو قال لي من بعد الايجكشن البي وقفت. اوكي البي للاي هي سمبلي الماس للاي هي 0.2 مضروبه بالبي للاي، سو سمبلي ات از ايكوال تو بي اي اللي هي ماس اي فاذا في اي ات از ايكوال تو 0.2 مضروبه ب 3 اي از ايكوال تو 0.6 اي. اوكي كيلو جرام متر بير سكند. هلا انا طلعت بي سنتر اوف ماس مزبوط، بس هو بده عم بيقول لي طلعي لي النيتشر اوف موشن.
بطلع نيتشر اوف موشن، بدي اشوف البي بي قبل والبي بعد، البي قبل انا طلعت البي جي، هلا بدي اطلع في بعد، بس ما انا طلعت البي سنتر اوف ماس منها صار فيني اطلع الفي، مظبوط؟ هلا عاده انت مثل ما بتعرفي انه البي سنتر، سو نحن طلعنا بي سنتر اوف ماس من بعد الايجكشن طلعت معي 0.6 اي، اوكي؟ بس بي سنتر اوف ماس هي شو بتساوي؟ هي جمع الماس للسيستم. بتقولي ليش ما حطينا سبرينج؟ اوكي، لانه ات زيرو، اوكي، سو في سنتر اوف ماس، اوكي، ات از ايكوال تو 0.6 اي، سو في سنتر اوف ماس از ايكوال تو 0.6 اي على جمع الماسز ام اي، فاذا زائد ام بي 0.6 اي، اوكي، على ماس اي زائد ام بي، اوكي، فاذا 0. على 0.3، سو على 0.3 ات از ايكوال تو شو 2 اي، يعني في سنتر اوف ماس افتر ايجكشن طلعت كمان 2 اي، وبيفور ايجكشن كمان 2 اي، يعني السنتر اوف ماس عم يمشي، اوكي، في سنتر اوف ماس بيفور ايجكشن، اوكي، بتساوي في سنتر اوف ماس افتر، فاذا ايجكشن بتساوي عندي 2 اي، اوكي، سو نحن لحتى نحدد نوع الموشن نركز على الفي مش على الفي، فهيدا السنتر اوف ماس شو عم يمشي بيونيفورم ريكتيلينير موشن، اوكي، سو ما بدنا نغلط، نحن حسبنا في سنتر اوف ماس افتر ايجكشن، اوكي، ام اي بي ال بي اي 0.6، في سنتر اوف ماس هي ام اي زائد ام بي، اوكي، سو يعني 0.3، اوكي، سو طلعت 2 اي. Now هلا خلصنا من هيدي، ننتقل عندي لبارت بي، اوكي، سو ننتقل عندي لبارت بي مثل ما اتفقنا هون. بارت بي كوليجن بتوين اي اند سي بلوك اي، هلا نحن شو صار عندنا؟ خلص قطعنا الحبله، اوكي، البي بقيت واقفه، الاي كملت بسرعه 3 اي راحت صوب السي، سو collides with another C moving with a speed minus 2i. So هلا شو صار عندي؟ هيدي الآلة هي ماشية بثلاثة i ماشية هيك، وعندي particle C ماشية هيك بسرعة minus 2i. طبيعي minus لأنه أنا عندي الاكس axis هيك. C عندها mass 0.15 kilogram. Determine the linear momentum of the system AC before collision. هلا أنا شو بدي بالبي؟ البي خلصت منه. شو بدي أنا بالبي؟ البي خلصت منه. أنا عندي الA والC. الA كانت ماشية بسرعة 3i، C ماشية بسرعة minus 2i. اوكي، هيدا قبل الكوليجن، اوكي، عم بيقلي طلعي لي لينير مومنتوم للسيستم بيفور كوليجن، بس بجمع لانه عطول لينير مومنتوم للسيستم هي لينير مومنتوم لهي زائد لينير مومنتوم لهي، وبتطلع لينير مومنتوم للسيستم هي بذاتها لينير مومنتوم للسنتر اوف ماس، هيدا الاي والسي لهم سنتر اوف ماس عنده لينير مومنتوم هي بتساوي لينير مومنتوم للسيستم اللي هي بي اي زائد بي بي، اوكي، طبيعي هون ما فيك تقولي الفي للسنتر اوف ماس بتساوي في للسيستم، لانه السيستم منه ريجيد، يعني منه عم يمشي مع بعض، هي ماشي بسرعه، انت على طول خدي في سنتر اوف ماس بتساوي في سيستم. سو لينير مومنتوم اوف ذا سيستم بيفور كوليجن هي جمع. سو بنفتح سلايد جديده، اوكي، بنفتح سلايد جديده هون، اوكي، ناو، اوكي، هيدا بي بي بارت اي، اوكي، سو بي بارت اي، اوكي، بي للسيستم، اوكي، فاذا بيفور collision، اوكي، يعني هي شو PA، فاذا زائد شو زائد BC، اوكي، PA MA BA plus MC BC، MA هي 0.2 مضروبة بثلاثة I، MC هي شو plus 0.15 مضروبة بمينس 2 I، هيدي 0.6 I minus 0.3i، هيدي 0.3، so it is equal to 0.3i kilogram meter per second. هيدي linear momentum للسيستم before collision. Okay, طيب after collision, C rebounds and move with a velocity V equal 30i. Determine the velocity VA right after collision. شو عم بيقول لي؟ من بعد ما صار الكوليجن، اوكي، سو شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي من بعد ما صار الكوليجن بين ال A وال C. C rebounds، rebounds يعني رجعت، يعني نفترض صار الكوليجن هون، C rebounds يعني رجعت، ورجعت بسرعة 3i. هلا ال VA مش عارفة إذا بدها تكمل هيك ولا بدها ترجع، يعني أنا ما بعرف إذا الساين لل VA، يعني ما بعرف إذا ال VA prime اللي هي سرعة ال A من بعد الكوليجن هي positive أو negative، بس أنا بعرف بهيدا الكوليجن في عندي conservation of linear momentum. ما ببني إنه هو إلاستيك لأنه هو مش قايل لي، يعني ما فيني أقول kinetic energy للسيستم before هي kinetic لهي زائد kinetic هي بتساوي kinetic energy للسيستم after هي kinetic هي زائد kinetic هي، أصلا مبعوزة لأنه ما عندي إلا أمنون واحد، أنا before collision أوكي معي سرعة هيدي 3 ومعي سرعة هيدي minus 2، after collision هو قال لي C rebounds رجعت بسرعة 3 بيبقى هيدا، فعندي أمنون واحد هي ال VA prime اللي هي سرعة الـ A من بعد الكوليجن،
فيني اطبق conservation of linear momentum لحتى اطلعها. So هو عم بيقول لي after collision C rebounds with and move with the speed 3i. Okay, determine the velocity VA prime right after collision. So be here at the instant of collision. كتير مهم نكتب هاو الجمل. At the instant of collision, okay, the system is sure. So the system is mechanically isolated. كتير منيح نكتب mechanically مش energetically. The system is, okay, mechanically isolated. Okay, mechanically غير energetically. Okay. Okay, implies that يعني sigma of external is equal to zero. Okay, implies that according to law of conservation of linear momentum. Okay, فإذا P before بتساوي عندي P after. P before عندي PA فإذا زائد PC. Okay, هي أنا طلعتها بأول part. ما هي دي P before collision. Equal P after هي P A prime زائد P C prime. هيدي طلعتها 0.3 R. P A prime هي M A. P A prime اللي أنا بدي طلعها زائد P C prime M C V C prime. بس ما هو already عطيني ال V C اللي هي 3 R. فيك تشتغلي كفكتر. Okay. يعني equal M A هي 0.2 I. Okay. مضروبة ب V A prime. Okay. Plus V C اللي هي 0.15 مضروبة بقدي بسرعة الـ VC اللي هي 3i. أوكي؟ فإذا اللي هي شو؟ 3i. أوكي؟ So VC هي 0.5 is equal to 0.2 VA prime زائد 0.15 times 3 which is equal to 0.45i. أوكي؟ 0.45i. أوكي؟ So simply بعمل new slide. أوكي؟ So بعمل new slide 0.3 minus 0.45. Okay, ما بعرف إذا الـ A من بعد الكوليجن مع C هتكمل لقدام ولا بترجع. إذا speed اللي إلها الـ velocity اللي إلها positive معناته هتكمل لقدام. Okay, إذا negative معناته هترجع لورا. Minus 0.45 is equal to 0.2 I to 0.2 VA prime. Okay, 0.2 VA prime. يعني minus 0.15i على 0.2. 0.15 قصني 0.2 is equal to 0.75. يعني minus 0.75i equal to VA prime. آه طلعت ال VA prime هي minus 0.75i. يعني بستنتج أوكي فإذا متر per second بستنتج انه الـ A من بعد ما ضربت بالـ C الـ C هتكمل لقدام عشان هيك الـ velocity اللي لها الـ A prime هترجع رجوع لأنه طلعت negative. Specify whether the collision is elastic. هل الـ collision بين الـ A والـ C elastic؟ بدي احسب الـ kinetic energy before والـ kinetic energy فإذا after. Okay. So هوني part C. Okay. Kinetic energy before. Okay. للـ A plus C. هي kinetic A فإذا زائد شو؟ زائد kinetic C. Kinetic A هي half M A V A square زائد half M C V C square. يعني half M A 0.2 V A كانت ماشية بسرعة 3 square زائد half M C 0.15 V C 3 لأنه هو قال لي هون إنه V C 3 كمان ال V A 3. أوكي so now نحسبهم 3 square times 0.2 قسمه 2 0.9. So هون 0.9. So 3 square times 0.2 قسمه 2 0.9. وهيديكي 3 square times 0.15 قسمه 2 0.675 plus 0.9 equal 1.575 joule. Okay, the kinetic energy after. Okay, بنعمل new slide. The system كمان A plus C. Kinetic energy after. The system A plus C هي half M. Okay. بس احنا كأنه غلطنا بشغلة. C حاسبين لسرعتها منيح.
لا نحن غلطنا بشغله، لانه السي قبل الكوليجن كانت ماشي بسرعه ماينس 2، بعد الكوليجن صارت سرعتها 3. يعني هون نحن هيدي ماينس 2، اوكي، سو هيدي ماينس 2 سكوير. هلا فيك تحطيها 2 مش مشكله، سو 2 سكوير تايمز 0.15 قسمه 2 0.3، سو هون 0.3 بلس 0.3 كل 1.2 جول. اوكي now اوكي ام اي بي اي برايم سكوير زائد هاف ام سي بي سي برايم سكوير equal to half 0.2 في اي، الفي اي اللي طلعت معنا هلا 0 ماينس 0.75، بس ما انت اذا حطيتيها مش مشكله، سكوير بلس 0.153 سكوير. اوكي so it is equal to 0.75 سكوير تايمز 0.2 قسمه 2 equal to 0.05625 so 0.75 سكوير تايمز 0.2 قسمه 2 اوكي 3 سكوير تايمز 0.15 قسمه 2 is equal to 0.675 plus 0.05625 0.73125 اوكي جول. سو طلعت معي كاينتك انرجي بيفور 1.2، كاينتك انرجي افتر هالقد، سو ما بيساووا بعض، كاينتك انرجي بيفور ديفرنت ذان كاينتك انرجي افتر، معناته هيدا الكوليجن اللي صار بين الاي والسي هو نوت الاستيك. اوكي سو now هلا خلصنا motion of G after collision between A and C. إذا شو عم بيقول لي determine the velocity VG prime of the center of mass of the system A B spring after the collision between A and C. هلا نحن بعدنا عم نحكي ما تنسي G هو center of mass للسيستم A و B و spring و strain. اوكي ما بدي انسى ال G هو center of mass للسيستم B و A و spring و strain. بأول حالة كان عندي center of mass كان عنده سرعة VG طلعناها. من بعد ما قطعنا هيدا الحبلة اوكي طلعنا كمان الفي جي اللي له لانه اوكي طيب بس رجع شو صار؟ رجع هيدا الاي ضرب بالسي افتر كوليجن مع سي الاي اوكي رجعت رجوع بسرعة في اي برايم اوكي اللي طلعناها بس ما انا بضل فيني احكي عن سنتر اوف ماس الجي عم بيقول لي طلعي لي سرعة الجي من بعد ما صار الكوليجن بين اي والسي انتبهي جي هو السنتر اوف ماس للبي والاي والسبرينج والسترينج ما خص السي ما خصه اوكي ما دخلها ابدا اوكي يعني انا شو بدي اجي اعمل انا من بعد ما عملت الاي كوليجن مع السي صار عندها سرعه في اي برايم السيستم اللي الي هو اي من بعد ما عملت كوليجن مع السي والسبرينج والبي هلا البي بعدها اترست يعني هي من بعد ما قطعنا الحبل البي كانت اترست وضلت اترست من بعد ما الاي عملت كوليجن مع السي بعدها اترست سبرينج بعده الماس اللي له زيرو هيدي من بعد ما عملت كوليجن صارت سرعتها في اي برايم اللي طلعناها هون طيب كيف فيني طلع سرعه الفي جي سنتر اوف ماس للسيستم بي واي وجي عادي انا بعرف بي للسنتر اوف ماس هي بتساوي بي للسيستم يعني هي بي لها وبي لها وبي لها مجرد ما طلعت البي سنتر اوف ماس اوكي صار فيني طلع بي سنتر اوف ماس اوكي اوكي صح ولا لا اوكي يعني ما تيجي تقولي لي بي سنتر اوف ماس هي بتساوي بي للسيستم وتحط السي مع السيستم نحن الجي معرفين هو center of mass لمين الجي هو center of mass of the system A B spring string ما خص السي اوكي اوكي طيب شو صار فيه فاذا هوني بي سي اي اوكي سي اي سي اي بي center of mass اوكي للسيستم اوكي بي center of mass اللي هي بي جي هي بي للسيستم مين اوكي اي زائد بي زائد spring زائد string اوكي هيدا من بعد الكوليجن يعني من بعد الكوليجن اللي صار بين A و C يعني هي PA prime زائد شو PB اللي هي بعد صفر ما بحط السي السي مش بالسيستم اللي إلي يعني MA هلا spring و string 0 اوكي MA VA prime بس ال MA هي 0.2 قد طلعت ال VA prime 0.75 minus 0.75 I اوكي 0.2 times 0.75 5 equal to minus 0.5 kilogram meter per second.
هلا طلعت بي سنتر اوف ماس، ما انا سيمبلي مجرد ما طلعت البي سنتر اوف ماس اوكي صار فيني اطلع مين، اوكي صار فيني اطلع الفي سنتر اوف ماس. ما في سنتر اوف ماس من بعد الكوليجن اللي صار بين الاي والبي، السنتر اوف ماس جي اللي هو شو بيساوي جمع الماس للام اي والام بي سرعته من بعد ما صار الكوليجن بين الاي والسي، بتساوي هلا اللي طلعنا 0.15 ماينس 0.15 اي، سو ماينس 0.15 اي، يعني في جي من بعد الكوليجن اللي صار بين ال A وال C على 0.3، لأنه ام A هي 0.2 وام B هي 0.1 equal to 0.5 I minus meter per second. اوكي بعيد، انا عطول بكل الحالات عطول فيني اقول P center of mass بتساوي P system عطول 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 عطول. اوكي بس ما فيك تقولي P center of mass بتساوي بي سيستم، هي دي الى حالات خاصه. خلص انت اشتغلي على هاي، يعني مثلا ليكي اذا انا عندي اي اوكي مربوطه بحبلي بي بي اوكي وعم يمشوا مع بعض اوكي، طيب اذا سرعه السيستم بما انه عم يمشوا مع بعض اذا سرعه السيستم 3 يعني سرعه هي 3 وسرعه هي 3 اوكي، يعني بي سيستم هي بي اي زائد بي بي اوكي بتساوي بي سنتر اوف ماس، بي اي هي ام اي في اي، في اي لهيدي 3 كمان الفي الى البي هي 3 اوكي. خلص هاي ما تعمميها نشتغل بهيدي اوكي. سو طلعت عندي من بعد ما الاي والسي عملوا كوليجن عندي طلعت سرعه الجي اوكي، فاذا الماينس 0.5 بعيد، نحن في سنتر اوف ماس من بعد الكوليجن هي بي سيستم، بس السيستم بعده اي وبي لانه انا معرفه الجي هي سنتر اوف ماس الاي بي سبرينج وسترينج اوكي، مش تحطي السي معاه اوكي. هلا طلعي برهن طلعي في جي ديفرنت ذان في جي برايم بس justify without comparing the values. لاحظي ال VG شو طلعت معي؟ ال VG طلعت 2i. ال VG طلعت 2i. طيب ال VG prime شو طلعت؟ so عم بقول ب part B ال VG طلعت فإذا 2i. اوكي؟ VG prime هي شو طلعت؟ minus 0.5i. يعني لاحظي خلال العملية يعني أنت أول شيء كان عندك ال B مربوط بحبلي ب A مظبوط؟ كان سرعة ال center of mass 2i رجعت. قطعت الحبلة اوكي اذا هون ما بدنا نكون عم نغلط اوكي ما في جي برايم اوكي 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 فاذا اصلا احنا هون سميناها رجعنا برايم كمان اوكي 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 سو لاحظي انه اول شيء كان عندي السنتر اوف ماس ماشي بسرعه 2i اوكي. هلا من بعد ما قطعنا الحبله من بعد ما قطعنا من بعد ما الاي والسي عملوا كوليجن ورجعت الاي اوكي فرجعت صار عم يمشي عندي بسرعه اوكي فاذا ماينس 0.5i. طالما سرعه السنتر اوف ماس تغيرت اوكي يعني بي للسنتر اوف ماس كمان تغيرت مزبوط ولا لا؟ اوكي انتبهي السنتر اوف ماس جي هو لمين؟ هو لل A وال B وال C وال C. طالما ال VG تغيرت فأكيد ال P center of mass تغيرت أوكي different. معناته أوكي the system أوكي is not isolated, the system is not ما هي طلعت P center of mass ما بتساوي P center of mass من بعد الكوليجن يعني بس ما P center of mass هي ذاتها P system is not isolated أوكي أوكي during شو during the whole step طبيعي during the whole جورني اوكي طبيعي. نحن شو عنا؟ نحن ما بدنا ننسى شغله، نحن كان عندنا هيدا الحبله اوكي كان عندي الاي والبي ربطتهم بحبله اوكي، لما انقطع السبرينج بهاي اللحظه اوكي بي سيستم بتساوي بي سنتر اوف ماس اوكي، بي سيستم بيفور بتساوي بي سيستم اف، فطبيعي بي سنتر اوف ماس بيفور بتساوي بي سنتر اوف ماس اف اوكي. رجع شو صار؟ الاي راح ضربت بالسي ورجعت اوكي، من بعد ما رجعت يعني من بعد ما رجعت رجعت حسبت الفي جي اوكي، فالفي جي بطل الفي جي من بعد ما رجعت ما طلعت بتساوي الفي جي اللي فوق طبيعي لانه في ستيب نحن قفيناها الاي ضربت بالسي، لما الاي ضربت بالسي غيرت المعادله كلها اوكي. سو يعني سيست يعني هو ما حيكمل بنفس السرعه اللي فوق، يعني هو اول شغله كان ماشي يونيفورمتلي ما حيكمل بنفس السرعه لانه على الطريق بين هون وهون صار في شغله، يعني هون اول شغله قطعت الحبله رجع الاي ضرب بالسي رجع يعني في الاي لما ضرب بالسي غيرت المعادله كلها كلير ولا لا؟ اوكي
So, ونحن مثل ما بنعرف على طول P center of mass بتساوي P system. اوكي يعني اذا طلعت هون طلعت P center of mass يعني من بعد ما قبل ما تضرب الـ A بالـ C ما بتساوي P center of mass من بعد ما ضربتها فالسيستم is not isolated. اوكي during اوكي the whole journey. اوكي بيبقى لنا عندنا سؤال بنحله بعد شوي. اوكي هيدا هو كمان كتير عندي جدا سهل. اوكي